مساء الخير حبايبي الحلوين، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم عم بشاره على الهوا. دايما بفكركم بمواعيدنا، متهيألي حفظتوها، بس برضو بنقول ان احنا مع بعض كل سبت الساعه 6 وكل تلات الساعه 6. وفي بدايه كل حلقه برحب بمايكل. ازيك يا مايكل؟ اهلا بيك يا عم بشاره. عامل ايه؟ انا مبسوط جدا ان احنا النهارده بنعمل حلقه جميله كده من حلقات عم بشاره اللي دايما بنفرح بيها الحقيقه. يا رب كمان كل اللي بيتفرجوا علينا النهارده يفرحوا وينبسطوا بالحلقه وبمعلوماتها وبالمواهب اللي هنقدمها لهم. دايما عندنا اصحاب مليانين كده وعندهم مواهب كتير بيحاولوا يقدموا لنا حاجه صغيره من مواهبهم كل حلقه. تعال اعرفك بضيوفنا النهارده، او نقدر نقول اصدقائنا وعيلتنا الصغيره النهارده. على شمالك سيلفيا ناصر بابتسامتها الجميله دي، وعلى يمينك هلانا رفعت. ايه المنافسه؟ كلهم سميتهم حلوه وبنانيت عسلات خالص. بنانيت جمال. وعلى شمالي ماروسكا ماهر، شايف بقى؟ بص امارات. وعلى يميني ديفيد ناصر، الولد ده باين عليه شقي مش كده؟ بس امور برضه. ديفيد امور جدا. معناها ان عشان ازيكم يا اولاد ويا بنات، عاملين ايه؟ كويسين؟ قال لك اعمل الخير وارميه البحر، ده مثل عمي شعبي. قال لك ايه يعني برضو يعني ايه ترمي البحر؟ يعني ما تزعلش، اعمل خير وارميه هيرجع لك. ما تفكرش بقى فيه كتير بقى وتفكر عملت خير في حد فمستني حاجه من حد. لا مش مستني، لان الخير اكيد هيجيب خير، والشر برضو بيولد مشاكل واحيانا بيجيب شر. حدوته صغيره بس بتعبر عن المثل ده بشده جدا. عن بنوته يعني محدودة الحال، من عيلة فقيرة شوية، بنوتة حلوة كده صغنطوطة بتقف في الشارع تبيع مناديل. ففي يوم وهي ماشية في الشارع لقيت واحدة ست كده على جنب قاعدة على الرصيف أو راكنة نفسها وعمالة تبكي بشدة جدا ودموعها نازلة دموعها نازلة، تعمل إيه معاها؟ فراحت مطلعة باكو مناديل وراحت مديهولها ومشيت. الست بعد ما خدت ومسحت دموعها وبتدور على البنت اللي اديتها المناديل علشان تديها الفلوس ما لقيتهاش. هي البنت ما كانتش عايزه الفلوس، اديتها المناديل ومشت. ده خير، خير عملته. الخير ده حرك خير تاني جوه الست اللي كانت بتعيط. اللي هي كانت ايه حكايتها يا مايكل؟ كانت زعلانه كده ومتخاصمه شويه هي وجوزها، ويعني غضبانه من البيت ونازله زعلانه، قالت ابعد شويه عن المشاكل دي، فنازله زعلانه ومقرره تفضل مخاصمه جوزها شويه. لما حست بالخير اللي عملته البنوته دي قالت طب ما اعمل انا كمان خير، فقررت انها تبتدي بالسماح، او يعني تسامح هي الاول وتغفر الاول. فاتصلت بجوزها في التليفون وصالحته وقالت له ما تزعلش مني لو كنت زعلتك والكلام ده، وانا راجعه البيت. جوزها زي ما قلنا كان في الشغل، ففرح قوي بالموضوع ده ان المشكله خلصت بينه وبين زوجته، وخد بعضه بعد ما خلص شغل وخارج من الشغل، فلقى جنب باب الشغل راجل غلبان واقف محتاج يعني حسنه، فمن فرحته راح مطلع كميه فلوس كويسه وراح مديها للراجل الغلبان ده. خير عمل خير. الراجل الغلبان ده خد الفلوس الكتير اللي خدها، عمل حاجتين. اول حاجه كان مستلف فلوس من واحد،
راح سدد الفلوس للراجل، والجزء الباقي من الفلوس خد بيه اكل واداه لبيته واولاده علشان ياكلوا اكل كويس، ما كانوش واكلين من الصبح وجعانين وكده. خير صح؟ طيب الراجل اللي خد الفلوس من الراجل الغلبان اللي هو كان مسلف الراجل الغلبان، كان فقد الامل في الفلوس دي، كان معتقد ان هي مش هترجع له، كان بقالها كتير كده والراجل مش قادر يسددها، فلما رجعت له قال اعمل بيها خير، انا كنت فقدت الامل فيهم اعمل بيهم خير. فيعرف ست غلبانه بتخدمهم كده احيانا وتجيب لهم طلباتهم وبتخدمهم في البيت، فراح اداها الفلوس اللي رجعت اللي كان مستلفها الراجل. خير. الست دي بقى فرحت اول فلوس، راحت رايحه اشتريت لحمه واكل وخضار جميل واكل جميل خالص، وعملته علشان تتغدى هي وبنتها. وبالفعل شويه وبنتها جات البيت شمت ريحه اكل جميل قوي بقالها كتير ما اكلتهوش، كان بقالهم كتير يا اولاد لانهم غلابه مش قادرين يشتروا لحمه يا مايكل. فتلاقي ايه ده يا امي انت عامله ايه النهارده؟ قالت لها عامله لك لحمه وخضار. فرحت قوي البنت وقعدوا ياكلوا وهم مبسوطين قوي بالخير اللي ربنا بعته لهم. عارفين البنت دي مين؟ البنت اللي ادت الست باكل المناديل في الاول. شفت يا مايكل لفت الخير ازاي؟ رجع هي عملت خير بحاجه بسيطه قوي، ربنا رد لها الخير اضعاف مضاعفه، وفي النص ناس كتير برضو استفادت، وكان الدافع للخير ده كله اللي مر بين الناس دي كلها باكو مناديل قدمته البنت بلا مقابل للست اللي كانت زعلانه وبتبكي. ايه رايكم في حدوته النهارده يا ولاد؟ حلوه؟ عجبتكم؟ ايه رايك يا مايك؟ جميل قوي يا مشوار، انت عارف فكرتني قوي بترنيمه كان في عنقود عنب. الله. نفس الفكره، نفس فكره بالزبط. المحبه ان انا مش فارق معايا قوي اكل ويا حرام اخويا ممكن يبات جعان او هو كان يكون محتاج الحاجه اللي في ايدي دي، فممكن اديها له كلها او ادي له حتى جزء منها وهكذا، وتلف الدايره ويوصل في الاخر العنقود للراهب اللي ابتدى القصه واداه لاول راهب جنبه. فهي دي الفكره دايما، ان الخير زي ما انت قلت بيلف ويدور ويرجع تاني. اهم حاجه وده الحلو في القصه ان احنا وانت ابتديت القصه بيها يا عم بشاره، المثل الشعبي بتاع اعمل الخير ورميه بحر، ما تستناش الخير يرجع لك على فكره، يعني يرجع ما يرجعش نشوفه النهارده نشوفه بكره نشوفه بعد سنه، اكيد هيرجع، ده اكيد، ده فعلا ده يعني نوع من الوعود بتاعت ربنا، لكن المبدا نفسه ان احنا ما نستناش ده الاحلى والاجمل يعني. بالظبط بالظبط، وربنا دايما قال لنا ما تردش حد بيسالك مهما كانت ظروفك، وعندنا امثله كتيره في الكتاب المقدس. الست اللي اعطت من اعوزها ما كانش معاها غير الفلسين وقدمتهم، وعندنا حاجات كتير، الانبا ابرام والانبا انطونيوس اللي تخلص من كل ماله، الانبا برسوم العريان اللي خاله اخذ فلوسه وما فرقش معاه وقال لك باطل الاباطيل والكل باطل. في النهايه الانبا برسوم العريان بعظمته بالعجائب اللي كان بيعملها، نماذج جميلة أوي في كتابنا المقدس، يا ريت كلنا نتعلم منها، لأن بجد اعمل الخير وارمي البحر. يلا بينا يا مايكل بقى نكمل حلقتنا. احنا انت معاك أسئلة طبعا، ما بتجيش فاضي انت. لا لا لا، احنا جايين جاهزين يا عم بشارة، معانا أسئلة عشان ننشط معلوماتنا كده وذهننا. حلو قوي، احنا النهارده برضو عندنا أصحاب جمال شكلهم كلهم مبتسمين كده ومصحصحين، فهنهريهم أسئلة. يلا بينا. تعالى نبتدي بمتسابق. انا مش عارف ليه حاسس ان ديفيد ده ولد عنده معلومات حلوه وممكن يكسب. بص يعني مش عارف، يلا بينا نبتدي بديفيد. نبتدي بديفيد. عرفنا بسنك و ديفيد ناصر. عندك كام سنه؟ 11. 10. لا اخر كلام 10 مش 9 يعني. 9 هينزل بينزل. يلا بينا مع انجل مايكل وان شاء الله تفوز بسرعه معنا. طبعا الاول نشرح اللعبه اللي بنلعبها مع بعض عشان لو انتم مش عارفينها احنا بنحفظها، بتهيألي كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حفظوها يا عم بشاره، بنعيدها كتير في كل حلقه بس عشان نتاكد ان اصحابنا اللي بيلعبوا معانا النهارده عارفين المسابقه بتاعتنا. هي عباره عن مجموعات من الاسئله، هم 12 مجموعه من الاسئله يا ديفيد، بنختار رقم منهم، واول ما نختار الرقم ده نخش جوه المجموعه دي وهنلاقي جواها كام سؤال، هنلاقي جواها
خمس أسئلة يا ديفيد. السؤال الأول بتسأله لنا السمكة، والسؤال الثاني بيسأله لنا الأرنب، والثالث بيسأله لنا القرد، الرابع الزرافة الطويلة، وخامس سؤال الأسد. آخر تحدي لنا في كل مجموعة هو بيبقى سؤال الأسد شرس كده وبيخلص لنا المجموعة، ويأكد إن الشخص اللي بيتسابق معنا النهاردة شخص شاطر وعارف فعلا معلومات كتيرة خالص وشاطر. ديفيد عندنا 12 مجموعة من الأسئلة زي ما أنت عارف وزي ما شرحنا، تختار رقم ال 12، تختار كام من 1 ل 12؟ أي سؤال، أي رقم؟ 10. حلو خالص، مجموعة كبيرة كده. ولا وإيه، اختار مجموعة مختلفة جدا. مجموعة طبعا، عارف ليه؟ فيها كل الاختلاف. ليه؟ عشان فيها خمس أسئلة زي كل المجموعات التانية. يا راجل صدق. طيب زي بعض. خمس أسئلة زي كل مجموعة، المجموعة العشرة دخلنا فيها بسرعة مع ديفيد، وناخد أول سؤال اللي هتسأله لنا السمكة يا ديفيد. يلا نسمع نشوف السمكة هتقول إيه لديفيد. والوقت ابتدى. إلهك. لا تجرب الرب إلهك. مش يسوع، مش أبدا، لكن إلهك. طبعا موجودة في متى 4 وآية 7. وإجابتك صح، تعمل سبب جامد قوي. برافو ديفيد. برافو ديفيد. يلا يا ديفيد نكمل. حلو كده، أول سؤال يدينا كده طاقة ويدينا شوية ثقة بالنفس. نشوف السؤال الثاني هيسأله لنا الوديع. الوديع، لا مش شقي، مش شقي لسه. الوديع الأرنب. تعال نشوف الأرنب مع بعض هيقول لك إيه. تفتكروا يا أصحابي صوت البلبل اسمه إيه؟ هدير ولا تغريد ولا هديل؟ والوقت ابتدى. صوت البلبل. يعني لو مش عارفين قوي ممكن نشيل الحاجات اللي شكلها غلط. هو جاوب. يعني في حاجه غلط. انت قلت ايه؟ معلش انا سمعتش. تغريد. ايوه تغريد. تغريد اجابه صح طبعا. تعال سامي. برافو برافو. البلبل ليه صوت يا اولاد اسمه تغريد. تغريد البلبل يعني بيقول كده صوت حلو. ها تغريد. إجابتك صح. يلا نشوف سؤالنا الثالث والشقي بتاعنا اللي اسمه القرد. القرد. نسمع ونشوف القرد هيقول لك إيه. له قوة إبصار شديدة جدا. هو مين؟ الصقر ولا الوتوت ولا الخروف؟ الوقت ابتدى. له قوة إبصار يعني بيشوف أقوى بكتير من الكائنات التانية أو الطيور التانية. هل هو الصقر ولا الوتوات ولا الخروف؟ الصقر. صقر ثاقب جدا، بيشوف عينيه فيها قوة بصيرة عنيفة قوي وقوية جدا. وإجابتك صح يا ديفيد. تعال سؤال جامد قوي. برافو شاطر شاطر. قال كده عن الصقر ان هو فعلا قوي جدا في البصر بتاعه، ويقول كده ان عنده خلايا بصرية بتبلغ 1.5 مليون خلية. ده بيدي قوة كبيرة قوي للبصر بتاعه أو العين بتاعته، تشوف من بعد جدا. صح، المشرب يبقى عالي جدا ويشوف الفريسة بتاعته وينزل لها، ينزل زي السهم كده، زي السهم صاروخ ينزل لها ويلقطها. طيب برافو عليك. وصلنا معاك للسؤال الرابع والطويلة بتاعتنا اللي اسمها الزرافة. سؤالها ليك هيكون ايه؟ تعالوا نسمعه. حضرة القديسة العذراء مريم، ميلاد يوحنا المعمدان ولا لقاء السامرية ولا عرس قانا الجليل؟ والوقت ابتدى. عرس قانا الجليل. قديسة العذراء مريم حضرت معجزة مهمة جدا، هي عرس قانا الجليل. وإجابتك صح يا ديفيد. عايز أشكرك. تعالوا سألوا لك الولد ده شاطر يا أخي. خطير الولد ده شاطر. بما ان ديفيد شاطر بقى يا عم بشرة، احنا هنخليه يواجه الاسد. بس ما تجيبوش جنبي اسد. لا يروح له هو، عشان انا قاعد جنبه يا مايكل. اخر سؤال، اخر تحدي، عايزك تخاف، عايزك تترعب. الاسد جاي، يلا نسمعه. بتخاف؟ وانا بخاف. كم اجمالي عدد احاد الصوم المقدس؟ ولو جمعناهم زائد اصفار الكتاب المقدس يدونا كم؟ 71 ولا 72 ولا 73؟ والوقت ابتدى. احنا قلنا ديفيد شكله شاطر بقى، نجيب له من الاخر. 73. 73؟ لحقت تحسبها؟ 73. اجابتك كانت 73. تعالوا نحسب ونشوف بقى يا عم بشاره، ديفيد ده كان شاطر ولا كان نص نص؟ حاسس انه شاطر. احاد الصوم المقدس كام حد يا ديفيد؟
سبعة أحاد. تيجي نقولهم مع بعض نفكر نفسنا بيهم. أول حد اسمه حد الكنوز، وبعد كده أنا مش حافظ تجربة مظبوط، الابن الضال، السامرية، والمخلة، ومولود أعمى، واحد الشعانين. برافو عليك. ودول السبع أحاد طبعا بتوعنا. بعدها طبعا يجي حد عيد القيامة، ها ما بتحسبش من الأحد، من سبع أحاد. وبعد كده نروح ونشوف الجزء الثاني من السؤال اللي هو كان بيقول إيه أصفار الكتاب المقدس. فعندنا عهد قديم وعندنا عهد جديد. العهد القديم هم 39 شطار، صحابنا كلهم شطار. 29 والجديد 27. تعالوا نحسب بقى الأرقام دي كلها. عندنا 39 و27 مظبوط، زائد هنحط عليهم السبعة اللي هم أحد السبعة، هيدونا ال 73 اللي ديفيد قال عليها. تعالوا يا الولد، برافو يا ديفيد، برافو برافو برافو. هاي شاطر يا ديفيد، شطار قوي كمان كل اصحابنا الحقيقه. حتى لما رجعنا وعدنا المعلومه انا شايف كل اصحابنا اللي في الاستوديو ساعدونا وكلهم عارفين المعلومات دي، حاجه جميله خالص يا عم بشار. احنا معانا النهارده يعني فعلا مجموعه شطار كلهم. انا فرحان جدا بديفيد، ولد شاطر خالص، جاوب كويس. وهفرحك اكتر بترنيمه جميله هنسمعها من بنوته جميله خالص، ماروسكا ماهر. ازيك يا ماروسكا؟ نتكلم في المايك، عرفينا باسمك وسنك. انا اسمي ماروسكا ماهر، عندي 12 سنه ونص. 12 ونص يعني 6 اشهر. هاي العقبال ما يبقى عندك 100 سنه. هتسمعينا ترنيمه ايه؟ عاوز تعرف لي انا مسيحي. الله، حلوه الترنيمه دي، يلا بينا نسمع ماروسكا. عاوز تعرف لي انا مسيحي وليه بحب يسوع، وليه صليب مرسوم على ايدي، وليه في قلبي خشوع، وليه ملامحي فيها سلام، وازاي اسامح وقت الخصام، وليه ملامحي فيها سلام، وازاي اسامح وقت الخصام. الله، ايوه تعالى سقف لمراسكا، برافو عليك يا شاطره، حلو قوي الترنيم. والواحد كده دايما يبقى بيعرف يرنم ويقول الحان، دي حاجه جميله يا عم بشار. جميل جدا طبعا. تعال ننشط معلوماتهم بقى ونلعب سوا عروستك. جميل، عروستي انا بحبها قوي. عارفين لعبه عروستي؟ مين عارف عروستي؟ كلكم عارفينها صح؟ حلو، كله عارفها، حلو خالص. طب يلا هنتكلم عن حاجه طبعا انتوا عارفين. يلا نقول عروستي، 1 2 3. عروستي سمعنا عنه في مواقف كتير في الانجيل. مين ده؟ مش عارفين، نقول عروستي. عروستي بابا يسوع قال عنه مثل في انجيل لوقا الاصحاح ال 15. لو حافظين بقى لوقا 15، بس خلينا نقول عروستي تاني، ممكن نوصف حاجات تانية. كان حاضر ميلاد بابا يسوع في المزود وفرح بيه خالص. لا، مش يوسف النجار، عروستي. وشاف النجوم بتنور فوق المزود، يعني كان حد موجود. المجوس؟ لا برضو، لسه برضو. شاف الرعاة جايين لبابا يسوع وفرح خالص لما شافهم. حلو، احنا بعيدنا. هو كان في المزود موجود مع بابا يسوع. على فكره مش لازم يبقى شخص يعني بني ادم، ممكن يبقى حاجه تانية، فعايزكم برضو تروحوا كده. يلا نقول تاني عروستي. يلا قول عروستي. كان في الانجيل مثال للابرار، يعني الناس اللي بيحبوا ربنا وبيسمعوا كلامه. لسه مش عارفين عروستي، عندنا فرصه تانية نعرف حاجات عنه. بياكل حاجات لونها اخضر. بياكل حاجات لونها اخضر، يودينا بقى زرع الخروف طبعا. برافو، شاطره خالص، شاطره ماروسكا، هايل هايل يا ماروسكا. حلو خالص اهو، يعني كانت صعبه شويه في الاول، حاسس ان هو شخص قاعد يروح الاشخاص كتير قوي كل بتوع المزود، بعد كده رجعنا شفنا الناس التانية، الكائنات اللي كانوا موجودين معانا، وهو الخروف بتاعنا النهارده كله. حبايبي الحلوين، بعد ما دورنا ودورنا ولقينا الخروف، هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. كلها كام ثانية وراجعين.
ورجعنا حبايبي الحلوين، وما زال معانا سيلفيا وإيلانا وماروسكا وديفيد الولد الشاطر اللي كسب في الجزء الأول من البرنامج. عندي موهبة في الرسم عايز أقدمها لك، هي على بعد خطوة منك. بص شمالك كده، طب ممكن تاخد المايك وتمسكه لها وهي تعرفنا بنفسها وتعرفنا باللوحات بتاعتها. سيلفيا عندي كام سنة بقى يا سيلفيا؟ دي بص أنا أحب موهبة الرسم يا عم بشرعك. اتفضل يا سيلفي. عندي 12 12 سنة. يا رب يبقوا 100. ها ايه تاني؟ واسمي سيلفيا ناصر. وايه تاني؟ وايه تاني؟ وهنعمل يلا إيه بقى نتفرج على الرسومات بتاعتك. نتفرج بقى. طب امسك لها مايكل انا وانت بقى اشرحي لنا كده في كل. بصي يعني هنعمل كده. شايفه الكاميرا بتاعتك يا سيلفيا، عايزك تحطي الورقه كده قدام الكاميرا. بص انا عامل ايه؟ كل اصحابنا بيتفرجوا عليها النهارده. تعملي كده وتوصفي لي كده ايه في كل رسمه، انت رسمه ايه؟ ده بطوط. سيب المايك. ده بطوط. ده بطوط. وايه بيقول ايه ده؟ أقولش حاجة. بعد كلام أو حاجة. بالبالونات. ده اسمي. ده كان بقى اسمها يعني. خالص. شطورة. إيه تاني؟ عندك حاجة تانية توريها لنا؟ اللي بعده. الله، دي إيه دي بقى دي؟ دي بنت رافعة راسها. حلو خالص. إيه تاني؟ يا فن كده جميل. طب يلا كملي، عندك حاجة تانية توريها لنا؟ دي صرخة. دي صرخة دي ولا دي؟ صرخة من بنت. بتصوت. تصوت بقى وتغني يعني. ممكن بس بقى عندها. حد الحقيقة ولا سبتوها يعني؟ سبتوها تصوت. طيب ماشي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ هاتي ورينا. الله. ايس مان. ايس مان. على بصوا على صفحتين يعني. او سنو مان. سنو مان. ايس مان. ماشي. شطورة قوي. هو كل اسمها بالقلم الرصاصي عم شارة، بس الحقيقة يعني هي فنانه. انا مش عارف، يا رب كده يكون كل اصحابنا شايفين في الكاميرا. هايله خالص. يا ترى كفايه كده. يا ترى عندك معلومات بقى حلوه وتحبي تسابقي معانا؟ طب يلا خد المايك من انكل مايكل وان شاء الله تكسبي زي الولد الشاطر ده ديفيد. بس ده بس قالت معلومات، يبقى ندخل على مسابقه. اسكت. ده ديفيد قال كلمه ما خدش بالك، بيقول لي احنا اخوات. ديفيد بجد اخو سيلفيا حلو خالص. ده احنا معانا النهارده يعني. يعني هتكسب. هنشوف اخبارها ايه في المسابقه بتاعتنا بعد الرسم الجميل اللي شفناه ده يا سيلفيا. يبقى احنا شايفين ان انت شاطره. يلا نكمل بقى شطارتك بالمعلومات. عندنا 12 مجموعه من الاسئله، وعندنا رقم 10 اللي اختارها لنا ديفيد. نبعد عنها اي مجموعه تانية من 1 ل 12 ما عدا 10. اختاري كام؟ 5. 5 يا سيلفيا. حاضر. يلا على المجموعه الخامسه اللي فيها 5 اسئله زي باقي المجموعات. مختلفه جدا طبعا دي. فيها 5 اسئله بقى. ليش السؤال الاول بتساله لنا دايما؟ السمكه يا سيلفيا. نسمع ونشوف السمكه هتقول لك ايه. الهي الهي، لماذا نقط تركتني ولا سلبتني ولا عاقبتني؟ هدية دي. السمكة دي تدي هدية كده لصحابنا. إلهي إلهي لماذا تركتني، موجودة في متى 27 6 و 6 و 6 مظبوط طبعا. إجابة صح. كمان سبب جامد قوي 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 سيلفيا، نشجعها على أول إجابة وأول حماس كده في المتابعة بتاعتنا. سؤالنا الثاني الأرنب. يلا نشوف الأرنب هيقول لنا إيه. في واحد في الكتاب المقدس اسمه يسا، ابن صغير بقى ملك. يا ترى مين ابن الصغير ده؟ ساول ولا سليمان ولا داود؟ والوقت ابتدى. داود. داود ابن يسا. صح. اجابتك صح. تعالى نسأل جامد. شاطرة البنت دي. شاطرة 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 يا سيلفيا. شفت المشايخ اللي خدته ده؟ خدت نفسها معاه على فكره. دي من الاساليب اللي تخلي الواحد يهدى كده يا مشوار. يقول لك جد؟ يقول لك كالما كالما، او يقول لك شهيق زفير. الحاجات دي كلها بتعمل. تصدق انا ما كنتش عارف المعلومه دي. لا بتجيب مفعول رهيب. كنت مفكر شهيق يعني شويه اكسجين، زفير ثاني اكسيد الكربون بس وخلاص وتنام بقى. ونام لا لا لا، دي بتدي باور وبتدي طبعا طاقه جميله قوي. لا ده انا مش ده انا ها ده انا مش هبطل شهيق وزفير. جربها كده يا مشوار. جرب ازاي؟ خد شهيقك، خد زفيرك، بس لا ما تعملش زفير، انت هتطيرنا. حلو خالص. يلا نخش على السؤال الثالث وش اللي اسمه القرد. يلا نسمع ونشوف القرد هيقول ايه لسيلفيا. نسمعه. نظر السماء مفتوحه قبل رجمه، فمن هو؟ حنانيا ولا استفانوس ولا جحزي؟ والوقت ابتدى. نظر السماء مفتوحه. بصي بقى الكلمه دي ذهبيه. قبل رجمه حد ترجم كان مين؟ كان حنانيا ولا استفانوس ولا جحزي؟
استفانوس. استفانوس طبعا الاجابه صح. عايز اقفل جامد قوي. شاطره قوي جدا يا جميله. اخوها قاعد بيشجعها جامد قوي. اه متحمس كده ديفيد ومبتسم جمال قوي. حلو الاخوات اللي كده يساعدوا بعض كده ويدوا سبورت لبعض. اعمال الرسل 7 وزي ما قلنا كده شاف استفانوس السماء مفتوحه وهو بيترجم ايه 56. يلا نشوف سؤالنا الرابع. وصلنا الرابع يا سيلفي. الزرافة. احنا وصلنا بسرعه قوي للرابع. يلا سؤال الزرافه الرابع نشوف هيقول لك ايه. ايه اللي ممكن نتعلمه من الجمل؟ الاحتمال ولا النشاط ولا القوه؟ والوقت ابتدى. دي جميله قوي. زرافه طلعت سهله طويله بس جميله كده بسيطه. الاحتمال النشاط القوه. الجمل بنتعلم منه الاحتمال. الاحتمال طبعا سفينه الصحراء. اجابتك صح. برافو عليك. وما بيني وبينك الصفات الثلاثه موجودين فيه بس المميزه قوي فعلا الاحتمال. لان كمان هو بيحتمل بيتهيألي مقصود بيها العطش صح. ممكن يمشي كتير في الصحراء ما يتعبش الجو الحر جدا ما يحتاجش ميه. ممكن نشرب ميه يقعد بيها كذا يوم يعني. برافو عليك يا سيلفي. طبعا اجابه صح. ووصلتينا بقى مع بعض لاخر سؤال في المجموعه. تحدي اخير ليكي مع الاسد. يلا نشوف نسمع الاسد هيقول لك ايه. فين كم اجمالي عدد ابناء يوسف الصديق ولو جمعناهم زائد عدد ابناء ابونا يعقوب يدونا كام؟ 14 ولا 15 ولا 17؟ والوقت ابتدى. نحسبهم سوا. عندنا جزئين من السؤال. الجزء الاول عدد ابناء يوسف الصديق كام؟ وكمان عدد ابناء ابونا يعقوب كام؟ نجمعهم على بعض هيدونا 14 15 17. 15 15 قالت لنا 15. نحسب ونشوف. طيب احنا عندنا الجزء الاول طبعا هو عدد ابناء يوسف الصديق. يوسف عنده مين؟ عنده منسى وافرايم. عنده ولدين. ونروح بقى لابونا يعقوب هنلاقي عنده 12 ابن اللي هم عدد الاسباط ال 12 سبط. 12 زائد 2 هيدونا 14. بس كمان نسينا ان ابونا يعقوب عنده الحقيقه بنت. هو عنده ال 12 ابن لكن عنده بنت واحده اسمها دينا. ويبقى كده 13 لابونا يعقوب زائد الاثنين اللي قلنا اولاد ابونا يوسف هيدونا 15. اجابه صح. ده عسل جامد قوي. شاطره خالص. رحبناها. انت لعبتها شويه. حسبت الولاد بس يا مشاره. فهم 14 ولد لكن في الاخر دينا كده تيجي هي تصلح لنا اجابه سيلفيا وتبقى هي رقم 15. برافو عليك يا سيلفيا. هاي يا سيلفيا برافو. ادي المايك لانكل مايكل. انكل مايكل من فضلك ادي المايك لهيلانا. هنا هيلانا خلي المايك معاك. عايز حاجه؟ يلا نقفل الحلقه. لا هيلانا هيلانا بص بقى هي دلوقتي بيت يعني ايه عندها الغيره الحميده زي ما بيقولوا الغيره الايجابيه وعايزه تكسب زي الاثنين اللي كسبوا. تعالى نتسابق معاها وان شاء الله تفوز. يلا بينا. يلا بينا هيلانا. جاهزه مستعده كده زي ديفيد وسيلفيا؟ بسطونا النهارده الحقيقه شطار خالص. عايزينك انت كمان تبقي شاطره زيهم. واحنا عامه برضو بنعرف معلومات حتى لو غلطنا ما تقلقيش. احنا مبسوطين قوي مش كل حاجه المكس وكل نشاط المعلومات اللي بنعمله مع بعض في حلقتنا. يلا نشوف مجموعاتنا ايه. عندنا 12 مجموعه من الاسئله. ايه المجموعات اللي اتاخدت يا اولاد؟ خدنا رقم 5 وخدنا رقم 10. برافو عليكم. 5 و10 تاخدوا. اي مجموعه ثانيه تقدري تختاريها لنا؟ مجموعه رقم صوت عارف المايك واحد. ايوه سامعين. اخترت مجموعه مميزه جدا. عارف ليه؟ فيها كام سؤال يا عم؟ عشان فيها 5 اسئله زي بقيه المجموعات مميزه جدا فعلا. يلا نشوف المجموعه الاولى مع هيلانا والخمس اسئله بتوعنا اللي دايما بنبتديه باول سؤال هو سؤال السمكه. سمكة. نسمع ونشوف السمكه هتقول ايه لهيلانا. فرحت بالقائلين لي الى نقط الرب نذهب. بيت. طب انا لسه ما قلتش حتى الوقت ابتدى. لا بص بقى انا جايب الساعه دي عشان تشتغل. حلو قوي ان احنا نقول يا جماعه البنت دي شاطره قوي. وانا ما اقولش الوقت بتاعي يا مايكل. 30 ثانيه معاك. طب هقول والوقت ابتدى 30 ثانيه. جاوب اسمعني يا مشاري بالراحه بس يا مشاري. معلش كان عندنا 30 ثانيه بس ما استعملناهمش. الحقيقه هيلانا كانت شاطره قوي. قالت لنا بيت الرب نزل. طبعا ايه موجوده في مزمور 122 والايه الاولى فيه. تعالوا نسقف جامد قوي لهيلانا. شاطره خالص. برافو. لما انا لازم اشغل الساعه دي بقى.
هنشغلها يعني بالراحه عليها عم بشار، بس اهم حاجه حلو ان احنا بحافظين المزامير وكمان نعرف الاجابه من غير ما نعرف الاختيارات. ده حقيقه كده وصلنا لمستوى جميل خالص. فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. كملتها لنا هيلانا شطوره. سؤالنا الثاني سؤال وديع قوي، اسمه الارنب اللي بياكل الجزر. بياكل الجزر اللي بيقوي النظر، وهو نظره كويس تهيألي. آه طبعا بيضرب طبعاً جزر كتير، فاكيد طبعا. يلا نشوف سؤالنا الثاني مع الارنب هيكون ايه لهيلانا. نسمع. إنيانوس يا صحابي بيصلح الأحذية، حد يعرف المهنة دي اسمها إيه؟ صانع أحذية ولا إسكافي ولا ترزي؟ الوقت ابتدى، يلا حلو معانا 30 ثانية. يلا وفكري كمان عشان ما تجاوبيش غلط. عندنا إنيانوس بنقول إن الراجل ده كان بيصلح أحذية، مهنته كده. المهنة دي اسمها إيه؟ يعني واحد يكون بيصلح أحذية، هل ده اسم المهنة هو صانع الأحذية ولا إسكافي بيصلح الأحذية؟ إسكافي ولا صانع أحذية ولا ترزي؟ ترزي. فكري كويس، فكري كويس. صانع الأحذية ولا إسكافي ولا ترزي؟ إسكافي. إسكافي. إسكافي هو اللي بيصلح الحذاء صح؟ مش اللي بيصنعه. مش اللي بيصنعه. إجابة صح طبعا. برافو شاطر. ترزي ده طبعا ممكن يكون بيعمل الملابس وبيصنع او بيخيط الملابس كمان، ممكن يبقى او يسمى الا لو هنعمل الحذاء عراوي بقى. لكن الاسكافي دي المهنه بتاعه تصليح الاحذيه. هيلانا مش هتلخبطي فيها تاني عشان اتلخبطت شويه. يلا نشوف سؤالنا الثالث والشقي بتاعنا اللي اسمه القرد. نسمع ونشوف السؤال هيكون كم عدد العقارب في عدد 8 ساعات حائط، ولو جمعناهم زائد 12 يدونا كام؟ 36 ولا 28 ولا 20؟ والوقت ابتدى. سؤال مش صعب قوي ما نفسره. عندنا كام عقرب في الساعه يا هيلانا؟ بالراحه قولي معايا. عقربين في الساعة؟ لا ثواني. عندنا كام عقرب في الساعة؟ سهلة. تعال نسميهم عقرب ساعات وعقرب دقايق. يبقى كام عقرب؟ يبقى 3 عقارب في كل ساعة. عندنا 8 ساعات، يبقى كام عقرب بقى في 8؟ 3 في 8. برافو عليك، احنا وصلنا كده للمعادلة. 3 في 8 بكام؟ 3 في 8 24. حلو قوي. طيب هنزود على 24 12 هيدينا كام؟ 24 12 26 36 28 20 24 و 12 36 28 20 36. اجابه صح. برافو شاطر خالص. الحمد لله الحمد لله. على فكرة السؤال مش صعب، هو يلخبط زي ما قلنا كده. القرد بيحب يلعب لنا كده بالحسبة بتاعتنا. بتهيألي المعادلة كانت سهلة يا عم بشارة. اه جدا. الموضوع ما كانش صعب، اللي أنا اتلخبطت شوية بس في الآخر الحمد لله جاوبت صح. سؤالنا الرابع طويلة بتاعتنا، جينا نسمعها الزرافة. نسمعها تقول لنا إيه؟ يلا بينا. من الأمثال اللي قدمها الرب يسوع في الكتاب المقدس، شفاء ابنة يايروس ولا خدمة طبيصة للجميع ولا الزارع؟ والوقت ابتدى. من الأمثال اللي قدمها رب المجد يسوع في الكتاب المقدس، الأمثال مثل، هل هو مثل شفاء ابنة يايروس ولا خدمة طبيصة للجميع ولا مثل الزارع؟ نركز في الوقت. عادي في المايك. الزارع. مثل الزارع إجابتك صح. تعالوا نسقف جامد كده ليه؟ شاطرة خالص. برافو عليك. مثل الزارع. برافو عليك يا هيلانا، وصلتينا لاخر سؤال. بس عايزين نفكر صحابنا ان مثل الزرع موجود في متى 13، اللي عايز يرجع ويعرف عن مثل الزرع اكتر. اخر سؤال واخر تحدي لينا هو الاسد. يلا نسمع ونشوف الاسد هيقول ايه لهيلانا. في مثل القمح والزوان، الحقل يرمز الى العالم ولا الشيطان ولا نهايه العالم؟ والوقت ابتدى. زي ما قلنا ربنا كان بيتكلم كتير بأمثال. مثل تاني عندنا هو مثل القمح والزوان، الزوان الحقل كان بيرمز لإيه؟ بيرمز للعالم ولا الشيطان ولا نهاية العالم؟ القمح كان بيرمز لإيه المثل ده برضو في متى 13؟ هو حاجة معينة في المثل. الشيطان ولا نهاية العالم؟ نهاية العالم. نهاية العالم.
العالم، الشيطان، ولا نهاية العالم؟ الحقيقة المثل ده متى 13 حقيقة كان بيرمز للعالم مش نهاية العالم. شطورة خالص. أنا عايز أقف قوي قوي هلالة، برافو عليها يا عم. واجهة الأسد ما خفتش، لكن معلش هارد لك، حتى لو يعني آخر سؤال كده يمكن كان صعب عليها أو ما كانتش عارفة، بس حلو متعلم المعلومة عمرها ما هنساها تاني. مشكورك قوي هلالة شطورة. مايكل تقريبا الوقت بتاعنا بيخلص، هنلحق بس قبل ما نمشي نقول الأسماء اللي فازوا معانا النهاردة. عم بشار، الحقيقة النهاردة كانت مسابقتنا جميلة، أنا شخصياً انبسطت وفرحت بيها. كل أصحابنا اللي اشتركوا معنا في المسابقة كانوا شطار، كسبوا معنا اتنين النهاردة كانوا ديفيد وسيلفيا. مبروك للأخوين ديفيد وسيلفيا، وارد الاكل اللي ما اسعدهمش الحظ النهارده، بس كل اللي معانا كانوا شطار ولزاز ومواهب جميله. مايكل بجد حلقه مفرحه جدا جدا. انا بس يهمني قبل ما نخرج نقول الايه الخاصه بحدوته النهارده، والايه من انجيل لوقا الاصحاح السادس عدد 38 بتقول اعطوا تعطوا. اعطوا تعطوا، يعني ادي هيجيلك الخير. ما بيروحش يا مايكل، زي ما قلنا في بداية حدوتة النهاردة، اعمل الخير وارمي البحر. دي كانت ايتنا النهاردة، بس برضو بأكد عليكم خلونا متواصلين، يهمنا نعرف ارائكم، يعني مقترحاتكم لو في مقترحات تخص البرنامج، ملاحظاتكم علينا لو في حاجة سلبية أرجوكم قولولنا عليها، ابعتوا لنا كمان صوركم وعليها تاريخ ميلادكم علشان نحتفل سوا ونقول لكم عقبال 100 سنة. الوقت خلص يا كول، بس وقتنا جميل الحقيقة بيخلص، بس بنفرح قوي بيه وبننبسط بكل أصحابنا اللي كانوا موجودين معنا النهاردة. بنفرح كمان بكل أصحابنا اللي اتفرجوا علينا في حلقتنا النهاردة، ويا رب هم كمان يكونوا فرحوا كده وحسوا بالطاقة الإيجابية الجميلة اللي في الاستوديو زي ما احنا حاسينها. بشكر جدا كل أصحابنا اللي كانوا موجودين معنا، ماروسكا وهيلانا ديفيد وسيلفيا، على كل حاجة قدموها لنا النهاردة، مواهب جميلة وكمان عروستي ولعب كده خفيف مع بعض، وكمان الأسئلة وكل المعلومات اللي نشطونا بيها النهاردة. عم بشارة هديهم حاجة حلوة صغيرة ونشوفكم في حلقة جديدة، ونقول لكم دلوقتي باي باي. اتفضلوا يا اولاد، اتفضلوا بونبوني، تعالوا. انا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي شوية يا عم، استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشار. لسه بدري يا عم.